أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الذي استهدف أحد المقابر في مدينة جدة في السعودية وأدى إلى إصابة عدد من الأبرياء. وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين تمثل صور البشاعة والعنف والتطرف والغلو، وتخالف كافة الأديان السماوية والأعراف والقوانين المدنية، كما وأكدت تضامن الكويت التام وتأييدها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.